مكتوب الدكتور عبد الكحلاوي في عليين، اللهم اكتبها من رفقاء النبي في الجنة. اللهم إنا نشهدك يا ذا الجلال والإكرام أنها كانت من أحن الناس وأطيب الناس، كانت من الطيبين، كانت من الرحماء، كانت حنونة. اللهم إنها جسدت دعوة الإسلام في الأمومة والعطف والحنان. اللهم كن بها اليوم رحيما، اللهم كن بها اليوم عفوفا، اللهم كن بها اليوم رؤوفا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام افرش قبرها بفرش من الجنة، وافتح لها بابا إلى الجنة، أرها قصرها في الجنة. اللهم شفعنا فيها، اللهم شفعنا فيها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها. اللهم إنا نسألك لها يا ذا الجلال والإكرام بكل خير تعالته مع الناس، مع النساء، مع الشباب. اللهم اكتبها اليوم من أهل الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين، اللهم اكتبها من أهل الفردوس الأعلى. اللهم يا مجيب الدعاء ويا ذا الجلال والإكرام اجعل الليلة أرحم ليلة مرت عليها منذ خلقتها، اللهم اجعلها أرحم ليلة مرت عليها منذ خلقتها. اللهم نور قبرها، نور قبرها، نور قبرها. اللهم يا مجيب الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، الملايين من المسلمين يدعون لها، وأنت الحنون وأنت الكريم وأنت الرؤوف وأنت الرحيم. يا ذا الجلال والإكرام اقبلها الليل وأنت راض عنها، اقبلها الليل وأنت راض عنها. اللهم ما إن تدخل قبرها حتى اجعلها يا أكرم الأكرمين في رحمتك وعنايتك ولطفك وكرمك وعطائك. يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اجمعنا بها في الفردوس الأعلى، اجمع بنتها وأهلها معاها في الفردوس الأعلى، اجمع بنتها وأهلها معاها في الفردوس الأعلى. اللهم اكتب لهم قصورا في الفردوس الأعلى. اللهم شفعها في أهلها وأولادها يا أكرم الأكرمين، اللهم شفعها في أهلها وإخواتها وأولادها يا أكرم الأكرمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من ألهمتنا أن ندعو لها الآن، رضاك عنها، رضاك عن الدكتور عبد الكحلاوي يا رب، رضاك عن الدكتور عبد الكحلاوي، رضاك عن أمنا، رضاك عن أمنا، رضاك عن أم المصريين. يا ذا الجلال والإكرام، يا رب تقبلها في الصالحين، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفاتحة.